نتحدث يعني عن رسالتنا، انه بعد كل العالم كانت تستنى في انها تشوف صورة لخليل. خليل طلع فيديو كمان وبين قديش الوضع الصحي لخليل خطير، وقديش انه هو يعني في حالة مرهق جدا لدرجة انه مش قادر يعني يحكي الكلمات، يعني لما تخرج كأنها بتشق في الصخر. وبالتالي هذا يعني بنذر قديش بخطورة الوضع الصحي لخليل. شو بيستنى العالم حتى يتحرك عشان ينقذوا حياة خليل بعد 174 يوم؟ خليل أصبح عبارة عن هيكل عظمي، كومة من العظام، جسمه ما بيقدر يتحرك، يعني كل شيء فيه أصبح معرض لي يعني للانهيار. نائب مدير المستشفى تحدث معه وحكى له أنه حتى لو أنهيت إضرابك، الأجهزة الجسم الداخلية أصبحت غير قادرة على القيام بوظائفها. اليوم إحنا رسالتنا بنوجهها للوساطة المصرية اللي تعهدت في من وقف شروط إطلاق النار إنها يتم الإفراج عن خليل عوابدة. اليوم إحنا بنتحدث عن تقريبا 3 أسابيع عن وقف إطلاق النار ولم ينفذ هذا الشرط. أن تقوم بواجبها وتلتزم بهذا التعهد وتفرج عن خليل بأقصى وقت ويعني أقصى سرعة، خاصة إنه خليل يعني في مرحلة حساسة جدا ووضع حرج جدا. خليل وزنه يعني هسه تقريبا 35 أو 38 كيلو، ما بعرف يعني بالضبط 38 كيلو. يعني بالرغم من قديش إنه هو وضعه الصحي تعبان، إلا إنه معنوياته معنويات يعني دائما هو ما بقول أنا معنوياتي نار بتناطح السحاب، صامد في هذه المعركة من أجل انتزاع حريتي، صامد صمود جبال فلسطين. يعني بهذه العبارة دائما يعبر قديش إنها الجبال فلسطين راسخة وصامدة، وقديش هو راسخ على هذا المبدأ في انتزاع حقه وحريته.